مرحبا، معكم همام ريس HS Creative Design Services. دائما بيسألوني الشباب والصبايا كيف فينا نعمل لوجو 3D Animation ببرنامج After Effects. عنا لوجو شركتنا، عنا اللوجو الشخصي تبعنا، عنا البراند لأي حدا حابين نعمله بشكل 3D ونخليه يفتل يعمل روتيشن يمين يسار بطريقة حلوة وبطريقة بسيطة كتير على برنامج After Effects. خلينا نشوف مع بعض كيف بنعمل الطريقة. بداية أول شيء عنا اللوجو، نحن على برنامج الإليستريتر. الآن أخذت لوجو لعلى التعيين واللي هو أخذت لوجو الأبل، كونه لوجو مشهور بيعرفه كل الناس. طبعا أنا أخذت لهذا اللوجو PNG، نزلته من الإنترنت من جوجل وحملته على جوات الإليستريتر وحولته لفيكتور. طبعا طريقة التحويل من JPG أو PNG لفيكتور شرحناها بدرس سابق على الإليستريتر، رح أحط لكم رابط الدرس تحت بالديسكريبشن. هلا حاليا نحن عنا يا فيكتور، وهي ارضيه باك جراوند عاديه مثل بهالشكل. بنحفظ الملف، حافظين نحن الملف باسم ابل، وخلينا نستورده لبرنامج الافتر افكت. الافتر افكت مثل ما بتعرفوا من هون بنجي بنستورد الملف. عنا هاي ملف ابل، عم يعطينا خيار شو بدنا ناخذه، كومبوزيشن ولا فوتج؟ لا بناخذه كومبوزيشن. اوكي، نفتح هدول هن اللايرين اللي موجودين عنا، حطيناهم تحت. الزمن ما بيفرق، 10 ثواني بكفينا. طبعا هي طلعت تحت لانه كان تحت. اوكي، مثل ما لكم شايفين هلا عنا الباك جراوند مالنا فيها، نحن قلنا بهاي كيف نحن نشوفه هذا 2D، كيف بدنا نعمله 3D بطريقه بسيطه بالافتر افكت. اول شيء بنكبس يمين وبنجي على شيء اسمه كرييت شيب فروم فيكتور لاير. كونه نحن هذا الشيب جايبينه نحن فيكتور من ادوبي الستريتر 2021، البرنامج هون اللي يتعرف عليه لازم يتعرف عليه بشكل نقاط، ما يتعرف عليه انه بس مجرد هو شيب. فلما يتعرف عليه بشكل نقاط مشان نقدر نحن نعمل له الخاصيه. رح تسالوني ليش هيك عملنا، هلا رح اقول لكم مشان نقدر السر وين، مشان نقدر نعمل خاصيه 3D فيه. بعد ما عملنا هاي الخطوه اساسيه كتير، نجي على تفعيل. هون في شيء اسمه مربع، مثل ما لكم شايفينه مربع او كيوب، بيحول اللاير ل 3D. اللاير هي بتتحول للاير الخامه تبعتها 3D، يعني في بصير فيها اكس واي وزد مثل ما لكم شايفين هيك. بعد ما حولناها رح نجي لهون، في عندنا خاصيه اسمها كلاس 3D. مجرد ما نضغط على السهم في شيء اسمه كلاس 3D مثل ما نحن عطينا هيك، وفي عندنا شيء اسمه سينما 4D. طبعا بيئه السينما 4D مربوطه طبعا هذا الشغل اللي حاليا عم نشرح فيه هو بادوبي افتر افكت 2021. طبعا كل شيء بعد السي سي صار في ربط دمج بيئه بين السينما 4D، البيئه الثلاثيه الابعاد، ودمج بين الافتر افكت. صار في دمج لشغل المشاريع. طبعا رح بالدروس القادمه رح نعمل كثير مشاريع نورجي كيف فينا نبعث من افتر افكت لسينما 4D، ومن سينما 4D لافتر افكت، ونظبط موضوع البروجيكتس. مجرد ما نحن اخترنا السينما 4D بهذا الشكل، فنحن صار عمليا المجسم عنا رح يصير عنا ثلاثي ابعاد. بنيجي لهون على الخصائص تبعيته، بنيجي على الجيومتري اوبشن، يعني على الخصائص ثلاثيه الابعاد تبعيت الفيديو. اوكي، هلا بالجيومتري اوبشن بنلاحظ بنيجي على اخر خيار اسمه اكستروشن ديب، يعني مدى اللي بيعطينا هي السماكه الداخليه للشيب اللي عندنا موجود. خلينا احنا نجرب نحطها مثلا 200. ما شفنا شيء همام ريس، شو صار؟ ما شفنا شيء. طبعا ما شفت شيء، لكن عمليا هو صار المجسم الثلاثي ابعاد. طب كيف فينا نشوفه نحن؟ مجرد نجي على هون على الاي، نفتله هيك فتله بسيطه، لاحظوا صار في سماكه، لاحظوا السماكه الموجوده، صار في سماكه موجوده. رح نرجع هيك شوي مشان يصير في عنا الشكل واضح بشكل اكثر. لاحظوا صار عندنا الشكل 3D بحت من كل الجهات مثل ما لكم شايفين. طبعا انا راح مشان مليت الرندر راح اخفف شوي الدقه، راح نرجع لورا شوي وننزل الدقه شوي، حنسويها سيرت. اوكي، مثل ما لكم شايفين هلا هيك. طيب نحن بدنا اياه يبين شوي انه صفى اللون راح كله، يعني ما ضل فيه حواف ابدا.
ببساطة نحن فينا نجي ناخد نكبس زر يمين، ناخد نيو، ناخد لايت. اللايت بناخد سبوت لايت، في عنا نحن عدة أشياء. ممكن ناخد بار لايت أو سبوت لايت. خلينا نجرب البار لايت كيف حيصير من هذا الطرف. لاحظوا كيف صار بهذا الشكل، الإضاءة صارت شوية معتمة. طبعا بنجي نحن لناخذ الإضاءة نلعب فيها نحن شوي من هون بالشكل اللي بدنا اياه. خلينا نعلي شوي، كمان شوي بهالشكل هيك. اوكي، طبعا اذا حبينا ناخذ ضوء ثاني مثل ما انا شايفين حطينا هون ضوء هيك، خلينا ناخذ مثلا ضوء ثاني كمان ابيض، بس خلينا ناخده من هاي الجهة. فينا نعلي شوي الاضاءة هيك بهالشكل، خلينا نسحبها هيك بهذا الشكل الجهة شوي مشان يصير في عملية. فينا نكبر فينا نصغر. طبعا بالنسبة للاضاءة فينا ندخل على البوزيشن تبعها، فينا نزود وننقص. خلينا نكبرها شوي بس لتصير يبين الظل خفيف شوي على الإضاءة مثل ما لكم لاحظين هيك. اوكي، طبعا هلا هدفنا نحن هو درسنا اليوم هو مو مشان الإضاءة، رح نعمل درس ثاني خاص بالإضاءة. درسنا اليوم كيف نعمل هو اللوجو 3D ونعمل له حركة بسيطة كتير كرمال الناس تعرف كيف صار. نجي على اللاير تبعتنا. وين اللاير تبعتنا؟ هي اللاير اللوجو تبعنا. بنجي على الترانسفورم وبنجي نحن بدنا نعمل له حركه دائريه بهذا الشكل. بنجي نحن على الروتيشن واي. الروتيشن يعني هذا مثل ما لكم شايفين هذا الواي اكس والزد. رح نعمل الواي خليفه بهذا الشكل. فبنجي بنسجل حركه عند مو عند الاكس، بنسجل حركه عند الواي. وخلينا نسحب مقدار من الزمن على هذا الشكل هيك مثلا، وبنسحب نحن بدنا اياه يفتل بالطريقه اليمينيه او بالطريقه اليساريه. خلينا يفتل بهالشكل كمان كمان كمان، ياخذ مره ثانيه ويرجع هيك مثلا. خلينا نرجعه هيك. طيب خلينا نرجع مثلا نعمل نجرب الريندر كيف عم يصير. الريندر هلا بده يمشي، بده يورجينا انه هو اللي عم يتحرك بهذا الشكل مثل ما لكم شايفين، عم يتحرك بشكل اليمين، عم يروح يمين يسار. طبعا هذا الموضوع هو سيمبل، الفكره منه هو كيف نقدر نعمل نحن الاكسترود تبع ال 3D. بعدين انتم فيكم تتحكموا فيه لللوجو بانه تطلعوا لفوق تنزلوا لتحت، ندخلوا من الشاشه نطلعوا من الشاشه. طبعا في دروس متقدمه كثير لقدام رح نشتغل فيها ان شاء الله على الافتر افكت، رح نشرح فيها عن الاضاءه، رح نشرح فيها على الكاميرا، رح نشرح فيها عن التركيب، رح نشرح فيها على الكي فريمز. في كتير دروس ان شاء الله بالجايه بالافتر افكت، لكن هذا حبيت يكون من الدروس الاولى كونه درس مهم كتير ومطلوب كتير. دائما الناس بدها لوجو 3D، كيف نحن بنعمل لوجو تبعنا 3D، كيف نعمل لوجو تبعنا 3D ببرنامج الافتر افكت. مثل ما لكم شايفين هون بعمليه الريندر هلا عم يصير عم يفتل معنا اللوجو بحركه بسيطه، روتيشن اكس روتيشن. طبعا انتم فيكم تعملوا واي روتيشن او زد روتيشن او نعمل افكتات ثانيه فينا نشتغل فيها بدروس لاحقه ان شاء الله. الفكره هي على هذا الشكل. مثل ما نشوف هلا قرب يخلص، مثل ما انا شايفين عم يرجع بياخذ الروتيشن الثانيه اللي احنا حددنا له اياها. طبعا هو مقدار من الزمن قليل، انا بس حبيت نشوف الحركه، نستنى الريندر لحتى نشوف الحركة بهذا الموضوع كيف راح تصير. حددنا كي فريمين، كي فريم أول وكي فريم ثاني. خلص الريندر هلا بهالشكل، راح نشوف انه كيف عم يصير عملية دورانية أو روتيشن للوجو. وقفنا نحن هون، خلينا نشوف. لاحظوا كيف اللوجو عم يفتل معنا بسلاسة والإضاءة عم تروح وبتجي من هون ومن هون. طبعا نحن فينا نحن نبعدها لهي وفينا نقربها اكثر، يعني نحن كنا مكبرين المسافه. فينا ناخذ هاي على هالسبيل المثال خليها تصير تمشي بسرعه،
فبدنا نرجع نستنى لبين ما يرجع يعمل عمليه رندره سريعه من هون لهون. يعني انا بدي اياها اللوجو يفتل بشكل سريع، انا كنت مطول المسافه، خلينا نخليه هيك مسافه قصيره كتير، خلي يفتل هالفتلك اللي بهالمسافه القصيره عشان بس نشوف كيف حيطلع بشكل سريع. اوكي خلينا نشوف، شايفين مسافة، خلينا نزحها شوي، خليها تكون لهون لنشوف المسافة كيف صايرة بهالشكل هيك. شايفين هي حركة بسيطة، هي انه عملنا فيها هاي اللوجو. طبعا هيك كان درسنا لليوم، هو درس بسيط ولكن مهم جدا بالنسبة لكيف نعمل انيميشن 3D انيميشن لللوجو تبعنا. بتمنى يكون عجبكم الدرس ويا ريت الكل يطبقه ويعطونا نتائج كيف صار معكم، خاصة بالنسبة للمبتدئين ببرامج الافتر افكت وبرامج الادوبي بشكل عام. واذا كان عندكم اي سؤال او اي استفسار حابين تستفسروه فيكم تتركوا لي تعليقات باسفل الفيديو لحتى ممكن نقدر نساعدكم فيه. ما تنسوا تدعموا القناة، فيكم فعلنا موضوع الانتساب بالقناة ودعم القناة، وبنفس الوقت لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم أكبر عدد ممكن من الإشعارات للدروس الجديدة. كان معكم همام ريس، كونوا بألف خير.